أنا أقول لك النرجس اليوم تجربة على مستوى العراق لا مثيل لها. نجاح بيش بإنشاء البنى التحتية، بالمقابل تجربة للقطاع الخاص الناجح، المعامل اللي ممكن كنا نستورد بايب من خارج العراق الآن ينتج بالبصرة، هذه ممكن أنه حتى الأرصفة إلى آخره، كل مقومات البنى التحتية كانت ممكن أن تستوردها. اليوم هذه التجربة نجحت، ممكن اليوم أنت ولا قطاع خاص ولا معمل ولا منشأ بالعراق بما فيهم بالإقليم عنده 5000 موظف يشتغل و 5000 عائلة مرتاحة وتأخذ رزقها حلال وتعمل، وبالنتيجة المردود يرجع لبناء هاي المدينة. فألف تحية لأبو حيدر شخصيا، ألف تحية لأبو حيدر ولكل كوادر أبو حيدر اللي عملونه يا، وإن شاء الله أنه إحنا داعمين ومساندين لكل أبناء البصرة بشكل عام وللنرجس وكادر بشكل خاص، وإلكم أنتم الشباب.